أحلم بأن ابنتي لديها دود في بأني كنت أريد أن أصلي ووضعتها في الأرض قرب أمي، وعندما جئت رأيت في جسدها دود، في ظهرها دود وأنا أمسحه، ورأيت قرادة تعض في رأسها والنمل في الرأس ديالها. ابنتي عمرها 2 ما زالت رضيعة. طيب، أول حاجة أسأل الله عز وجل أن يبارك في بنتك ويجعلها من الصالحات القانتات العابدات آمين. المقبلات على الله جل وعلا بقلوبهن، اللهم آمين. اللهم أما بالنسبة لرؤيتك يا أختي الكريمة فهي تخوف من الشيطان، تعرفي وش هو تخوف الشيطان؟ لدي خوف كبير عليها. أيوة، ولذلك أتى لك الشيطان، يعني الشيطان بيعرف منين تؤكل الكتف، فهو عارف إنك أنت أغلى حاجة عندك هو ابنتك. فبالتالي نعم يعني سبحان الله، كل امرأة يعني تشوف الرؤية ديت عن أولادها وعن أطفالها إن فيها كذا أو فيها تعب أو فيها أمراض أو إن هي بتقع من مكان مرتفع حضر الأشياء، أو إن هي مثلا بتتعب أو إن هي كذا، وإن هي كل هذه الرؤية يا أستاذة كلها عن بكرة أبيها من إبليس. وابليس انما اتى بهذه الاحلام عشان يعني سبحان الله يجعل قلبك خايف، يجعلك متوتره على بنتك، والحرص بيجعل الإنسان يفقد الشيء. أبيك أنت عملت لها عقيق ولا ما عملتيش؟ عملت عقيق. نعم بس خلاص، تركيها لله جل وعلا، يحفظها لله جل وعلا، وسأل الله أن فقط ينشأ عليك الريح الصحيح. البارحة حلمت أنني أجري في السواد في حي كأنه مظلم وكله سواد، ودخلت إلى وفتحت باب ودخلت ووجدت معه رجل، ووجدت كأنها في مكان مهجور، ومعها رجل كبير في السن وهي نائمة على الأرض، وكأنها معاقة، وكأنها صدرها كأنها شاحبة ومعاقة، كأنها ممسوسة. عارفة ايه هو الظلام؟ الظلام الظلام. هو الحياة، الظلام هو الحياة. أول حاجة، أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ بصلي وبعمل رقية. طيب، كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عايز أقول لك إن بنتك يعني سبحان الله محفوظة من الله جل وعلا، وكل الذي تريه في منامك هو من الشيطان، صدقيني من الشيطان. وأجد لديها كدامات زرقاء في رجليها ناقيها عندما طيب، أدهن لها بالزيت المرقي. هي بنتك جنبك؟ لا، خارجة مع أبيها. طيب، هتقولي كده، هتجمعي كفينك لبعضهم كده لبعض، تمام؟ وهتقرأي آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، ثم بعد ذلك تقولي إيه بقى؟ تقولي أعيذك بكلمات الله التامات التي كان يعوذ بها أبيك إبراهيم إسماعيل وإسحاق. بس كده. والمرة الجاية إن شاء الله، وتهني كل يوم في الصباح والمساء. وإذا صار أي شيء مرة ثانية تقدر إنك أنت يعني إن شاء الرحمن تتواصل معايا وأنا أرجعها لك.